اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفنا انور الكموني، لاعب التنس الارضي المصري، واللي طبعا يعني اتعلم ولعب التنس في مصر وبعد كده سافر اسبانيا. في 2007 تحديدا بدا رحلته ومكافحته لمرض السرطان بعد اكتشافه، وبايمانه بالله سبحانه وتعالى وعزيمته استطاع انه يهزم هذا المرض ويشفى منه تماما. وبعد كده تبنى مبادره عالميه لهزيمه هذا المرض، وانضم اليه مؤسسات كبيره عالميه على مستوى العالم، هو اللي اسسها هو اللي اطلقها، وانضم ليه مؤسسات كبيره سواء في مصر او خارج مصر لدعم هذه المبادره. الراجل بيلف العالم كله عشان رساله وعشان امل يديه لكل من يحارب هذا المرض اللعين. اهلا بيك يا انور، منورنا. اهلا بيك، شكرا جدا على المقدمه دي بجد. لا ده حقيقي، وانا مبسوط اني معاك جدا النهارده. لا يا فندم، ازاي؟ انت بطل، انت هزمت منافس، مش منافس غير شريف، منافس صعب، وطلعت منه اقوى، وطلعت تدي تجربتك دي للي بعدك، وازاي تقويهم. كلمني عن بدايتك الاول في التنس، ابتديت فين، لعبت فين، سافرت فين، هنتكلم عن بدايتك الرياضيه. اوكي، انا اصلا كنت بلعب كوره كويس جدا في المدرسه. ممتاز. فين بقى؟ كنت مدرستي مدرسة دايما من احسن الناس اللي كنت دايما كنت بكسب فيها حاجات كتيره من الاول. وبعد كده قررت العب تنس. عارف، يا ربنا سبحانه وتعالى لما بيقرر ساعات احنا ما بنعرفش الغيب. الله اكبر. احنا طبيعيا احنا ما بنعرفش الغيب، فلما بيحصل مشكله كبيره او بيحصل ازمه كبيره بنقول ليه حصلت او ايه، لكن ساعات تكون ربنا مرتبها من زمان وبيرتب لك القدره على تحملها، وبيرتب لك ازاي تبقى الشخصيه دي. يعني يمكن لو كانت الحمله اللي احنا طبعا بيهاجم الاخر الاول، لو كانت الحمله اتعملت وانا سليم كانت تفشل، مفيش حد يستجيب لي، لا كانت تفشل، انك انت الدنيا جواك دلوقتي ما بقتش جواك بعد اللي شفته. لو كان المرض ده جالك وانت ما بداتش تنس في عمر متاخر ما كنتش هتبقى بالقوه النفسيه او الثبات النفسي ان انت. فكان كلمه المستحيل دي الكلمه اللي بتطردني من الاول لما بدات العب تنس عندي 21 سنه. يعني انت سبت كره القدم وبدات تلعب تنس في 21 سنه؟ ده مستحيل طبعا. كنت معلومه غلط من واحد صاحبي وبتاع، قال لي ينفع تلعب تنس؟ انت شخص انت شخص بيحارب ومش بيحارب، هو كان بيلعب تنس اصلا. وانت شخص بتحارب وانت شخصيه قويه في الحرب وكده، فايتر وكده، ده شخصيتك. قلت له بس التنس زي جيمنيزيوم زي السكواش وزي غيرها لازم 4 سنين وكده. قال لي انت لو اتمرنت بدل 5 ساعات 8 ساعات تعوض. طبعا دي معلومه خاطئه تماما يعني. بس انا دخلت في الموضوع كنت في مصر ولا كنت فين؟ بقيت في مصر في الاول، والناس كلها قالت مستحيل ومش مستحيل، وهم وعايز بقى يتعرف ولا مش عارف اي كلام كده. طبعا اللعبه الفرديه دي ما فيهاش نوع من الشهره، هي تكسب وتخسر يعني. بالظبط. فانا من الناس اللي اتعلمت ده، فكان كلمه المستحيل اول جمله بسمعها، اول جمله بتسمعها مستحيل تعمل ده، تروح اسبانيا تتمرن مع ناس صغيرين في السن لغايه وانت تتمرن بال7 وال8 ساعات فعلا لغايه ما ربنا اداني معجزه وقدرت اقابل المدرب العظيم فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان درب رافينيا نادال من الايام، وكان وده كان قال لي انت فعلا نقدر نوصل، واداني وايلد كارد، اداني وقتها في اسبانيا وايلد كارد، ودخلت تصنيف عالمي وعمري 23 سنه. يعني انت سافرت بعد 21 سنه رحت اسبانيا. ليه سافرت ليه؟ يعني هل كان اسرتك هناك؟ لا اخدت الريسك بقى. انت بعض الوقت انت عندك حلين في الحياه. يعني انت خلصت دراستك ورحت؟ لا اجلت جامعتي وقتها. الريسك بادئ من الريسك. ما شاء الله، ده انت مالك الريسك. بالظبط. رحت واخد بعضك اسبانيا هلعب تنس. اخدت الريسك بقى، خلاص انا اسافر، وكانت تجربه كشيبه. رحت قابلت فرناندوز وقعدت معاه وشافك فين ولا ايه؟ لا رحت كذا نادي وبعد كده قابلته بقى في اخر مرحله قابلته هو. تمام. فبدا يقول لي انت ازاي في الوقت القليل ده وصلت للمستوى ده؟ الوصول للمستوى صعب، التنس لازم تلعب وانت صغير. صعب جدا. فوصلت للمستوى ده ان انا اقدر العب بطوله دوليه. فطبعا الخبره كانت ممكن في سنتين. كانت مستحيل. كانت مستحيل طبعا. 23 سنه بقيت لعيب. الله يرحمه الاستاذ ابراهيم حجازي الكاتب الكبير، عامل حوار مع فرناندو، قال له مين يقدر يوصل للمستوى ده في الوقت القليل دوت؟ الخبره هتيجي مع كتر الماتشات، الخبره بتيجي. اتكلم عنك قال كده. في الحوار ده مسجل. ده حوار مسجل. قال لك ازاي ده حوار متسجل انور يوصل للمستوى ده في سنتين؟ طبعا. وقال لهم مدرب كبير زي ده يقول كده يبقى انت عملت معجزه. اصلي انت في الاخر لعبه فرديه، تكسب وتخسر مفيش فيها. فكان ربنا سبحانه وتعالى مهد لي كلمه المستحيل. يعني انت بالاول انت عملت طول السنتين بتصارع ان انت بتصارع، طب انا فعلا صح ولا انا غلط؟ الناس بيقولوا صح ولا انا غلط؟ حرب نفسيه ان انا بحارب. طبعا ان انت مش عارف صح ولا غلط بس بتحارب وخلاص، يعني انت عارف داخل حرب صعبة. بس صعبه جدا. بس ده كان مهم جدا وقت المرض، ان ربنا كان عارف ان ده هيحصل بحكم ان هو ربنا، فبالتالي حطك في الاختبار ده عشان تبقى جاهز. تبقى جاهز كلمه مستحيل. المعركه الكبيره ان اول ما جالي فشل في النخاع العظمي اولا صعب. الاول انت يعني المرض جالك وانت عندك كام سنه؟ 23 سنه وجوه بطوله. خلي بالك انا من الناس اللي بتلعب دايما وهي تعبانه، متعود على كده، متصاب تعبان نادر. سنتين بتموت نفسك. فمتعود على كده. حصل ايه؟ طول البطوله حاسس جسمي بيضعف، كنت في مقدونيا وقتها، كانت تاني بطوله دوليه العبها بعد ما خدت الوايلد كارد.
وطول البطوله حاسس ان جسمي بيضعف جدا. بيضعف ازاي؟ بيضعف مش قادر اتحرك. في وجع في جسمك؟ لا لا بس بضعف يعني بضعف. بشوفك بشكل مش واضح، مش قادر اعمل مجهود كبير. وبيحصل تدريجيا عارف. الوقت ما وقعت في الملعب يعني، انا وقعت جوه الملعب على فكره. انت بتلعب؟ طبعا. انك تشوف كل انت رجعت مصر بتروح حسام كامل بطوله عظيم اللي عالجني، فطلبوا وقتها عينه نخاع، عينه دم. عندي برد ما بيخفش. افتكرت غير جو. افتكرت ان يمكن حاجه عارضه، يمكن يعالجوك كذا حاجه ما بتخفش. لا ما بيخفش. تشخيصات الاوليه فطلب طلع عينه الدم بقى طلع فيها ان الهيموجلوبين 3000 2000 يؤدي 2000 يؤدي للموت. من الطبيعي من 9 ل 12. انت 3 هي الناس دي 1000 وموت، والمناعه ما فيش 500 تقريبا، والصفائح الدمويه 20000 يعني. معنى اصح انت كل اشكال الموت يعني الجسم كله توقف على العمل تقريبا يعني. ده اخطر على فكره، فشل النخاع العظمي اخطر من السرطان. طبعا بيحصل حجز في المستشفى، واكتر المستشفى رفضت استقبال الحاله. انت حالتك كانت متاخره. ما هو شايفين مين هيخش نعمل ايه؟ يعني الموقف بالنسبه لهم يعني واحد داخل يعني ده هو هيموت كمان كام ساعه. انت كنت لوحدك معاك اسرتك؟ كان معايا اهلي طبعا. هم اخذوا الصدمه، انا كنت متقبل الموضوع كل هم ارجع العب اكمل بطولات امتى. اول سؤال سالته الدكتور، اول سؤال اقعد فيها قد ايه انا عايز العب. ده اللي حصل. اول سؤال يا عم احنا خايفين على 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 حياتك، انت بتتكلمنا. لا الحقيقه كنت فاهم، كنت بفكر في كده. حصل ايه بقى؟ اللي بيتعب في حاجه ما بيسيبهاش، واللي مصدق حاجه بيكملها مهما خسر. الايمان مهما خسر يفضل مكمل. ودي كانت حكمه ربنا في اللي انا شفته يعني. فاول ثلاث ايام الدكتور حسام كامل امتى هلعب تنس ثاني؟ قال لك انت محتاج تعالج نفسيا ده ولا ايه الراجل؟ انت يا ابني مالك في ايه؟ طبعا الواحد بيفكر يعيش ولا يموت. طبعا. وبعدين كمان كنت مدور ولا مستشفى عايزه تقبلك؟ غير القصر عيني الفرنساوي في الاخر هو الابل الحاله. مستشفى فين؟ القصر عيني الفرنساوي في الاخر الابل الحاله. في مصر؟ طبعا في مصر. ما هو في مصر رجعت كل... مصر بقى؟ ما كنت في مصر وقتها. كنت في مصر. رجعت من مقدونيا. رجعت هناك تعبان جدا. تعبان بقى خلاص. والبطوله كمان كانت ريتايرد منها ومعروف. القصر العيني الفرنساوي طبعا مستشفى مصريه اصيله قبلتها. وعيني دول عيني دكتور عظيم، دكتور حسام كامل. دكتور؟ حسام كامل. حسام؟ من اكبر الدكاتره في العالم، وهو اللي دخل علاج سرطان مصر. كان وهو ما زال على قيد الحياه ولا؟ طبعا دكتور حسام كامل مدي صوت في العمر ده لغايه النهارده، من المكرمين ليا جدا ومن الناس اللي هو اللي دخل علاج سرطان مصر. كان رئيس جامعه القاهره واستاذ كبير جدا. كل التحيه لدكتور حسام، اتفضل. فطبعا كنت بدور على الانترنت اي رياضي رجع تاني بعد فشل في النخاع العظمي، ولا واحد. في ناس رجعت من السرطان، في ناس رجعت بس مده علاجها اقل من سنه. لكن هل في حد رجع بعد فشل في النخاع العظمي؟ لا ولا واحد. ولا واحد. بس كانت ربنا سبحانه وتعالى مهد لي كلمه مستحيل قبل كده. وشافك وانت بتعملها. او سوري خلاك تعملها. خلاك تشوفها انت تعملها عشان تصدق ان ربنا صحيح. عشان تصدق ان تصدق انها تحصل يعني. فكنت بقول لنفسي ليه ما تحصلش المعجزه تاني؟ عايز العب. فكنت كل همي ان اخلي مده العلاج تقل عن سنه. يعني كنت بقراها على الانترنت، اللي كنت بقراها على الانترنت دايما ان الرياضيين اللي رجعوا من السرطان كان اقل من سنه عليكم. نعم. مثال سنتين. فكنت بتمنى اكون واحد منهم. يا نهار ابيض. قعدت 7 سنين بقى. 7 سنين؟ 7 سنين. بتتعالج؟ طبعا. يعني على فكره الرياضي، وحضرتك عارف طبعا تعلم ده جيدا، اي رياضي في العالم لا توقف بشكل طبيعي عن الرياضه لمده 5 سنين بتكاد تكون رجوع الاحتراف مستحيل. يعني لو جبت رياضي عادي توقف 5 سنين كده، 5 سنين في عيني ورا بعض. 7 سنين بتعالج وبعد كده جت الاتنين. وحصل مشاكل 7 سنين ده ما كانوش عدوا على خير يعني. ده اول سنه لو حصل طرد عكسي مزمن، الجسم حارب النخاع والنخاع حارب الجسم، مشاكل في الجهاز الهضمي. انت قصه ثانيه خالص. الاكل الجهاز الهضمي كله بتتدمر بكامل، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، غرغرينا في ايديا في السنه الثالثه، في ايديا الاثنين. ودي اللحظه اللي حسيت فيها ان خطر حرب. على فكره انا كنت طول الوقت بحاول انزل اتمرن، وكنت بفشل. تعبان كده؟ كنت بحاول. طب انت في لحظه من الفتره 7 سنين انت شفت فيها المر والالام دي كلها؟ انا بتعرف اكيد. انت بشر او حسيت بالياس؟ طبعا انت بشر في الاول والاخر يعني. الناس بتفتكر ساعات ان انا سوبر مان، بس ده مش حقيقي يعني. انا انسان عادي جدا يعني، بتاثر. واكيد كنت ساعات بفكر لا كفايه يعني، بالذات لما حصل غرغرينا في الايد. قلت خلاص انتهت. وكل دكاتره الاوعيه الدمويه قالوا لازم يحصل بتر، يا اما اموت. غرغرينا ملهاش قرار عدم البتر. انا قلت مش هسيب ايه. لا خلاص بقى، اصل كده بالنسبه لي نهايه الحلم خلاص، او نهايه رجوعي تاني خلاص يعني. كنت عارف اللي بلعب بيها. بالظبط كده. وتغلبت على كل ده. ورفضت دكتور حسام كامل بصراحه، ربنا يا رب يكرمه، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. اتعامل معايا بروح الاب. ان دكتور اخذ قرار، هو وافق معايا على قرار عدم البتر. ودينا حقن سيوله على فكره، ودي حقن سيوله كتير جدا، والحقن دي عملت لي مشاكل. ان هو اخذ قرار يحافظ عليا، ان انا كنت خلاص ممكن استسلم على فكره، لان انا كنت رافض قرار البتر. حقن السيوله طبعا انت عارف ان هي كان زودوا جرعات حقن السيوله توصل الدم. ومع الطرد العكسي المزمن كان جسمي اصلا ضعيف من جوه، ضعيف من هنا من الاماكن دي. فكان حصل نزيف داخلي اكتر من مره،
نزيف كبير في جسمي، دخلت العنايه المركزه اكتر من مره. نزيف داخليه؟ اه طبعا، لان اي عواره او اي حاجه. شفت الموت 1000 مره؟ ده على طول كده بشوف. سبع سنين. انت كنت لما كنت بالليل بتقعد لوحدك، انت اولا كنت في البيت، كنت عايش هنا مع مين؟ والدك والدتك؟ اهلي ووالدي ووالدتي. وانت ساكن فين؟ في اكتوبر. طيب كان بالليل لما تاخد جلسه كيماوي او تاخد جلسه علاج شديده وتقعد لوحدك بالليل، ما انا عملت الحمله بقى، حطيت العلاج اللي انا شفته لنفسي عملته لنفسي. لا انا عايز اقول لك، الاول انت بتقعد لوحدك بالليل في سبع سنين، غرغرينا في ايدك ومشاكل في الكلى والكبد، كنت بالليل بتعمل ايه؟ يعني ساعات بتفكر، يعني ساعات بتفكر زي انسان، هي دي النهايه. واكيد كمان كنت ساعات بتفكر زي انسان طبيعي، يعني يعني عارف ساعات ربنا، واحد بيحس ربنا كان مديله نعم كتير قوي، يكفي ان يكون انسان عادي. دي كانت نعمه فعلا. انسان عادي دي نعمه طبعا، انك يعني كنت تاكل وتشرب وتنام وتصحى عادي، دي اكبر نعمه في العالم ممكن تكون موجوده. ان انا كنت بتمنى انام ساعتين مثلا، ما بنامش، لان انت طول نقل دم، حقن، ما بتعرفش تنام، موجوع. تخيل انت الواحد بيجيله كوفيد بيحس بايه؟ ما بالك انت بقى كيماوي والفيلم ده سبع سنين، وطرد عكسي مزمن ان انا عملت النخاع من المتبرع كان اخويا، فده شيء صعب. خدت منه من اخوك؟ اه طبعا، فالجسم حارب بعضه، فبالتالي بتبقى عمليه خطيره، خطيره لاقصى درجه يعني. وكمان مراتي كمان اتجوزتها وانا عندي 27 سنه، بعد ثلاث سنين مرض. فتخيل اتجوز واحد مش سليم برضه، وبعدين كانت تنزل بقى تحاول نتمرن تنس ونرجع تاني واستحملت. زوجتك مصريه؟ لا مش مصريه. فطبعا قعدت بقى تحاول تنزل تتمرن. اسبانيه ولا؟ اتعرفت عليها اسبانيا بس هي اصلا اوكرانيه. اوكرانيه بس اتعرفت عليها بره. بس قرار صعب ان هي تتجوزك. ده ليها قصه على فكره، انا سافرت لها تعبان برضه. سافرت لها وانا تعبان، وسافرت لها وانا مريض، يعني سافرت لها وانا مش سليم اصلا. انت بص يا انور، انا بجد انت كل لا استنى بقى تعالى، انت كل حاجه بتقولها انا النهارده ممكن اعملها فيلم. اه ده حقيقه. يعني قصه ارتباطك بزوجتك ان انت تبقى مريض وتتعالج. انت اول ما وصلت اصلا اوكرانيا وقعت، ان جهاز الجسم كان جسمي وقع فعليا. بس انت رايح لها؟ اه، هي كانت اول يوم مامتها تشوفي قالت لك هو جاي يتجوزها ده ولا جاي يموت هنا ولا ايه، مش مفهوم يعني. وتمسكت بيك؟ اه طبعا. اه رجعت معايا واتجوزتها هناك ورجعت معاك مصر؟ اه رجعت معايا على طول. قال لك شو وقت بقى يعني انت وانا مش سابت شغلها وسابت كل حاجه وجت معاك. اصل انا مش سليم عشان اعيش هناك يعني، فلازم ارجع اكمل ايه؟ انا كمل علاجك هنا. يا خبر ابيض. وعشنا كمان مرحله رجوعك للملعب مرحله قاسيه. لا 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 كابتن كابتن، دلوقتي الملعب دي قصه هنجيلها دلوقتي. النهارده انت بتتكلم سبع سنين وفي عز مرضك وعلاجك بالكيماوي وعلاجك في ده، انت بترتبط بزوجتك وبتسيب كل العالم بتاعها. هو في حب اكتر من كده رومانسيه ممكن تلاقيها؟ يعني وانت تروح لها وانت مريض، عشان الطبيعي ان الولد هو اللي يطلب ايد الست او الولد هو اللي يطلب ايد البنت، فانت بتروح لها وانت مريض وتركب طياره وتروح وتقع هناك عشان تاخدها معاك وترجع بيها، اللي هي مستقبلكم مضلم اهو، بايظ من الاول. بايظ يعني ما فيش مستقبل، في لحظه ممكن كل ده ينهار. اه ده حقيقه، ده فيلم. ده دراما. طيب النهارده بدات تتعافى امتى؟ امتى بدات احنا بقى احنا وقت وزني وصل ل 140 كيلو من الكورتيزون. 140 كيلو. و40 كيلو اه من الكورتيزون. اخد كورتيزون طبعا كبير. وكمان الكورتيزون بوظ عضلات الجسم كلها وعمل هشاشه في العظم ومبقاش في عضلات، فبالتالي اصلا كنت كتير بتحرك على الكرسي، ان ما اقدرش اطلع سلم او انزل، كان كل حاجه باظت الاربطه. فاول سؤال رحت دكتور عبد الله، دكتور علاج طبيعي طبعا، ما انتش دكتور زكي برده كان معانا في رحله العلاج الكبيره دي برده، دكتور محمد العمري. فدلوقتي استاذ عبد الله قلت له انا عايز العب تنس ثاني، قال لي ازاي يعني؟ وزوج راجل طبيعي، قال لي ازاي يعني؟ احنا ممكن نحاول نتعامل من غير كرسي. انما تقول تلعب تنس. قال لي خلينا نتكلم، طلع على الكورتيزون بوظ الجسم كامل، يعني مفيش عضلات خلاص. ده كان هشاشه، قال لي بياخد حقن كورتيزون كرياضي بيبطل بدري. بالظبط كده. طب انت امتى بدات تحس بتحسن تاني؟ ما بقتش احس بقى، قعدت سنتين خمس دقائق في الملعب بنتكلم على الاسعاف. لا انت النهارده احنا قعدنا سنتين. لا تحاليلك واشعتك بدات تحسن؟ لا قعدنا فتره مفيش تحسن، كنت لخبطه طول الوقت، طرد عكسي مزمن. طيب وبدات تسيب الكرسي ازاي وتقوم ازاي؟ انا كنت بحارب جسمي، بحارب نفسي، بحارب كل حاجه. على فكره كنت بزود على نفسي الالم، خلي بالك. كنت بزود على نفسي الالم، من الطبيعي كنت استجيب للمرض وخلاص، لان المرض مريح بالنسبه لي ان انا انزل احاول اتمرن واعمل مجهود، ده اصابات وكسر ومشاكل في الاربطه ولا ده كانت بهدله يعني. كنت باخد جلسات كهرباء كتير. طب سؤال، هل تتوقع ان الرياضه واصرارك ان انت تتمسك بالرياضه ده اللي قوى جسمك؟ بقول لك ربنا كان ممهد لي كلمه مستقبل. انا بص انا بقيت متاكد في الاخر يقينا، يقين كامل ان ربنا عايز ده يحصل، عشان كده ما بخافش. ان هو ربنا كان ممهد لي كده من الاول. ونعم بالله. ان انا ما اعتقدش ان انا املك القوه الخارقه للكلام ده، ما اعتقدش خالص. اعتقد ان ربنا رايد ده ورايد ده لبشر تانيين، وريد ان يحصل الحمله دي، فهي هو تحكم الهي بحت. ليه؟ ان انا بشر زي زيك زي اي حد. لو سالتني
قبل ده ما يحصل، لو حصل لك ده هتعمل ايه؟ هقول لك لا انا هروح اموت وارتاح دماغي. ان فعلا صعب، ان فعلا ربنا يديك القوه لكل ده. دي معجزات غير غيرنا ما بتخفش. لما رحت سويسرا لما رحت سويسرا في 2019 واختاروني الرياضي الوحيد في العالم في اليو اي سي سي، وكتبوا على صفحتهم الوحيد في سويسرا. مين اللي اليو اي سي سي اكبر منظمه خاصه بالطب في العالم، وده اللي خلى الحمله النهارده قويه عالميه. ليه؟ ان كل جوستيف روسي كل العالم دخل في الحمله، كل العالم في تقريبا هنروح للحمله. انا عايز فالناس كلها بدات تخش ان دي معجزه. طب المعجزه حصلت ازاي؟ الناس عايز تعرف ازاي اصلا ترجع بعد 7 سنين تبقى انسان عادي مش تبقى رياضي حتى، وازاي تمسك مضرب تاني ده مستحيل اصلا، وازاي غرغرينا تخف محدش فاهم، وازاي كورتيزون 7 سنين والاثنين بيقف على كبير 140 كيلو وزنك خليك دلوقتي 140 كيلو ده لما يكون طبيعي الجسم بيبقى مستحمله بالقوه، ما بالك بقى اصلا جسمه وهنان ضعيف ضعيف من الكورتيزون ان هو كيماوي كيماوي كورتيزون وكيماوي وكمان وظائف كلك وظائف الكبد كل ده بره بره الليميت ده غير غنيه في الايد. يعني في جزء الصابع مش موجود اصلا الصغير ده الوحيد اللي وقع بس انت خدت بالك منه بس لا كويس الحمد لله. يعني احنا كنا هنا وهنا كان كل كف ايدك كله الاثنين ودي معجزه مفيش غير غنيه بتخف. انت عارف انت بتحكي لي كده انا بفتكر ايه؟ بفتكر سيدنا ايوب. سيدنا ايوب قد ايه عانى وتعب وربنا شفاه بمعجزه. انت عارف انا دايما بحس بايه دايما اكتر؟ يمكن ربنا بقول انت زي سيدنا يوسف مثلا اللي ربنا كان عارف ان هو يبقى ملك مصر، بس ما كانش ينفع يبقى ملك مصر غير لما يمر بال 40 سنه اللي فاتت يترمي في البير ما كانش ينفع. فانا ساعات بحس ان ربنا رايد الحمله دي او رايد غيرها وغيرها كانت لازم يمر بكل الكلام ده الاول، لان ده اللي اداك القوه، ده اللي اداك السترينث، ده اللي عرفك ان انا ربنا بيقول لك انا موجود. تعرف عارف ان الانسان الصادق والحقيقي هو اللي هيكسب. ان على فكره الحاجه الوهميه بتنتهي بسرعه قوي، الحاجه الحقيقيه مكمله لغايه ما في الاخر تظهر. اما الزبده فيعيشها في كفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فانا لما جيت بقى في تقييم سويسرا يقول لازم يبقى عندك طبعا اتعمل كتاب عني واتعمل فيلم وثائقي عني، ولما جيت في سويسرا يقول لازم يبقى عندك دور مجتمعي. انا بصراحه ماليش في السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت انا اتعودت ان اكون انسان صادق. عارف حتى لما بلعب مش انا قعدت تقريبا العب من 2015 بلعب بطولات محليه في اسبانيا، 16 بلعب دوليا، 19 دخلت تصنيف عالمي تاني. لو حسبت لك انا خسرت كام ماتش تصدق؟ ممكن اقعد 90 ماتش 100 ماتش خساره. طيب فتخيل واحد متعاد ايه؟ عدينا المرض وقفنا على رجلينا بدأنا ننزل الملعب عملت ايه تاني؟ جبت تصنيف عالمي تاني بقى. دخلت التصنيف العالمي تاني؟ جبت تاني بعد المرض 2019 بعد خساره 100 ماتش تقريبا. وصلت كام في التصنيف؟ 3000 على العالم. بس دي حاجه بقى تخيل صعبه جدا يا باشا. انت بتكلمني يعني مصر كلها فيها 20 لعيب مصنف بس عشان تبقى سؤال واحد. وصلت 3000 على العالم. مصر كلها ممكن تقريبا اللي فيهم 20 هم 20 مصنفين. انت طالع من مرض يعني كويس ان انت اصلا تبقى بني ادم طبيعي فيه. مفيش حد ترجع منه طبيعي. 7 سنين طرد عكسي ده لو عدى منه اصلا. يعني اكتب كده على النت بعد 7 سنين طرد عكسي بيحصل ايه؟ هتلاقي كل الناس تقريبا مفيش. مش هيعيش. مفيش بالظبط كده. ايه اقرا على النت يعني؟ بيقول لك معلومات حقيقيه يعني. احنا كنا في جوست فلوسي في الايفنت بتاع فرنسا، وبشكر السفير المصري علاء يوسف فعلا ان هو من اكثر السفير المصري في فرنسا طبعا من اكثر الاشخاص اللي قابلتهم بيحبوا البلد جدا، ودايما بيحضر كل فعاليات الحمله، ودايما يقابلني في السفاره، ودايما بيهتم بكل حاجات الحمله. انت 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 مقيم بصفه مستمره فين دلوقتي؟ والله انا حاليا مش عارف مقيم فين، عايش في الطياره. انت انت عايش في القاهره؟ يعني بس انت مش عايش في القاهره. بلف العالم كله يعني صراحه. برضه النائب الرسمي لحال مصر للطيران بصراحه بحس ان هم مصر للطيران بيعملوا معانا مجهود يعني مش عارف اشكرهم ازاي يعني فعلا هم ربنا يكرمهم نشروا خير معانا. طيب طبعا الشركه الوطنيه. طب خلينا نرجع للمبادره. فكرتها كده ازاي؟ فكرتها بقى دي بقى اهم. انا عايز دي على فكره المبادره دي والله العظيم بجد انا بقعد في الطياره ساعات فاضي كده عارف في الطياره ساعات ولا عارف انترنت 11 ساعه 12 ساعه انا لسه جاي من المكسيك كانت حوالي حاجه 30 ساعه في الوقت ساعات فاضي وساعات لما تكون طيارات مثلا يعني ما فيهاش افلام عربي او حاجات تتفرج عليها بتبقى قاعد ما فيش حاجه خالص ولا بتبص في سقف الطياره بتقعد تفكر. فالحمله دي والله العظيم والله العظيم فعلا لا تقل معجزه عن مرضي. انا نفسي مش عارف اعمل زي كده. بدات المبادره ازاي؟ بدات انا شايف المبادره دي للناس اللي خلاني كده. عشان كده الحمله مش خاصه بالسرطان بس، خاصه بالسرطان، بالقلب، بالايتام، بالديس ايبل، الامراض الصعبه، كل الناس الناس على فكره المرض القاتل مش السرطان ولا غيره، لا الاكتئاب. تفقد الامل. الاكتئاب فعلا طبعا. فقد الامل. الانسان لو فقد الامل فقد المستقبل هي خلصت. الاكتئاب حط الشاب مفيش مستقبل هينزل يولع في ناس الصبح، حط له امل ان في خير.
حتى لو الدنيا مظلمه، حتى لو الحياه صعبه. اديله ضوء شمعه. بالظبط كده. هيعيش. زي لو انت ماشي في نفق بالليل ضلمه. هتخش في الحيطه. بالظبط، لو انت شايف نور في اخر النفق هتفضل ماشي على فكره، حتى لو هو ضلمه. حتى ضلمه. حتى لو انت حتى لو مشوار طويل. حتى لو بتضحك على نفسك وتقول ان هو ضلمه. بس تقول في الاخر نور، هتفضل ماشي، هتوصل في الاخر. بدايه المغادره ازاي؟ انا قست على نفسي اللي انا مريت بيه عشان اديه للناس، هو ده اللي الناس محتاجاه. اول حاجه انا كنت بنجح نخرج من المستشفى ساعه كل يوم، وده كان غلط. كنت بعمل ايه؟ بخرج، كان مهم جدا ان اشوف الشارع ساعه في اليوم، اروح السينما، اروح اي مكان حلو. عشان عايز اخرج من جو الكيماوي. على فكره ده سبب لي مشاكل صحيه، ان كان مناعتي كانت بتقع والكلام ده كله. خرجت ساعه. كنت بالنسبه لي مهم جدا ان اخرج بره جو الكيماوي، جو الموت، جو الاكتئاب، جو الاوضه، جو نقل الدم. لما اخرج اشوف مكان حلو كنت بنبسط. فالحمله اول جزء اتعمل ليها الفعاليات، ان الناس اللي عندها مرض وحاجات يخشوا اماكن ما كانوش يحلموا يدخلوها، ينسوا بيها المرض، ينسوا بيها الالم. اماكن كتيره في مصر وبره مصر فتحت ليهم، اماكن كتيره غاليه جدا فتحت ليهم المرضى دول، بيجوا من كل حته من العالم. في كل حته بيحصل، وفي مصر حصل. عملت المغادره دي ازاي؟ انشاتها ازاي؟ هل على صفحات التواصل؟ لا لا حقيقي. ولا بالتليفونات؟ لا لا بص، التليفونات. انت بتكره السوشيال ميديا. انا عايز اقول لك حاجه، الكلام ما بيجيبش نتيجه. والسوشيال ميديا اقرا شخص ما بيجيبش نتيجه. حلو. الاكشن بدأت. انت النهارده اتعاملت مع مين في الاول؟ اتعاملت طبعا اول ناس شالوا الحمله معايا مستشفى بهي. اول دخل يعني ايه؟ الايادي مصريه. طبعا اول ناس دخلت في الحمله بهي وبنوها معايا فعليا بصراحه، وراها على طول دخل مستشفى الناس. وراها على طول دخل بقى جنات الخلود اللي عملنا معاهم بودره كبيره، ودخلنا بحاجه كبيره. وراها على طول مؤسسه غبور، كله بدا يخش بقى. المؤسسه الحسن دخلوا بعد كده، كل ده اتجمع في حته واحده. وبدات تبني امل في المرضى، ان احنا نعمل فعاليات اماكن كبيره تفتح لهم عشان تنسيهم المرض وتنسيهم ده. وبعد كده عملنا الجزء الثاني في الحمله، المؤتمرات الخاصه بالرياضه والصحه، واتعملت في فرنسا في الاول، ودخل معانا الحكومه الفرنسيه، وحضر فيها جوستيف روسي. فكره جوستيف روسي على فكره بيحضر في مصر هنا على فكره. مين؟ جوستيف روسي ده اكبر مستشفى سرطان في العالم. بتيجي هنا مصر؟ طبعا مع الوزير طبعا، وحضروا معانا مرتين في الحمله تقريبا. وهو ايه ده يا جماعه؟ ده الكلام ده ازاي الميديا المصريه ما تعرفش عن الكلام ده؟ وتعمل مؤتمر الصحه ثلاث نسخ هناك، والسفاره المصريه بكام بتحضر. يعني انت بقى عندك شركاء مش مصريين بس، انت عندك اكبر معهد سرطان في العالم. العالم. سويسرا، ودخل معانا مهرجان فينيسيا في ايطاليا، ومهرجان كان في فرنسا، وجاي مصر حتى الختام هنا هيغني فيه اللي هو في شهر يوم 8/12. احنا بنصر ان مصر هي اللي تستضيف حفله الختام. مين؟ مصر هي دايما يكون فيها حفله ختام الحمله اللي بنوري العالم نتائجه كلها. يعني انت لازم الحمله دي لازم تعمل ختام في مصر. طبعا توري العالم عملنا ايه؟ احنا في ال 23 دوله النهارده في الحمله اتعمل فيهم ايه؟ من اول فنلندا لفينيسيا لكان لايطاليا لسويسرا لاسبانيا لالمانيا لتونس. جاي مصر هنا برضه حفيده كيرا شابلن، حفيده تشارلي شابلن، كيرا شابلن موجوده. الفنانه الجميله اللي انا بحبها على المستوى الشخصي جدا 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 صفاء السعود. هي مش سفيره اكبر من سفيره الحمله كتير. انا هنعلن فجاه قريب. طبعا نجمه كبيره. يعني مصر عظيمه طبعا، احنا بنقول عظيمه مصر دي مش طبعًا. كلمه. ما بص انا بقول لك، عايز اقول لك انا والله العظيم جسمي بيقشر. انا عايز اقول لك انا بحب الاكشن. انت لو بتحب حاجه هتعمل فيها حاجتك. انت مش ممكن تبدا تدعو الناس دي كلها في مكان انت مش مقتنع بيه، صح؟ طبعا مصر بلد عظيمه، وكمان احنا بلد امنه جدا، وده شيء حقيقي. فلازم هم الناس كل العالم يشوف ده ويعرف ويشوف المؤسسات دي ويشوف مصر، ويشوف بلد بحجم يعني بلد، احنا مش بلد غنيه قوي يعني، بس شوف الخير اللي فيها قد ايه. شوف المستشفيات اللي بتعالج الناس بالمجان قد ايه. مفيش بلد في العالم تقدر تعمل ده. انت طلعت من التجربه دي بتحب مصر اكتر واكتر. تخيل البلد بتعالج كل الناس دي، تخيل الخير فينا لغايه اخر لحظه. البلد دي مفيش صعب تلاقي زيها تاني في الحقيقه على فكره. مهما كان فيها لازم تلاقي الخير فيها والامل فيها. واحنا اكتر بلد امنه، خلي بالك برضو. تخش الاوبرا وتخش الاماكن وتخش كل الاماكن، لا في حاجات عشان كده الواحد بيبقى فخور. انت لفيت العالم كله. في الاخر انت فخور ان انت مصري، يعني السفير المصري كان موجود هو ده. وكان قلت له في الاخر في فرنسا، قلت له ام براود تو بي ايجيبشن، يعني قدام الناس كلها. ده حقيقي يعني الكلام ده متقال متصور يعني، فدي حقيقه. فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا. وكمان انت بتوصل رساله للعالم كله ان انا ما يهمنيش لونك ولا شكلك ولا انت اني بقى حته، احنا كلنا في الاخر بشر. يهمني تكون انسان. وده الحمله اللي بتخاطب بيه الناس، تكون انسان. الحمله ليها اسم؟
هوب جيفر. منيح الامل. منيح الامل مش باسمي على فكره، عارف ليه؟ منيح الامل ده انت وانا وكل الناس، اي واحد بيعمل خير حقيقي هو هيوصل فيه. حاجه تانية مهمه جدا للناس اللي بقولها دايما، لو انت صادق من جواك حقيقي وتعمل ده من جواك فعلا، ثق ان هتنجح، ان ربنا مع الصح. دي قاعده تخاف في حاله واحده لو انت مش حقيقي، عارف ليه؟ بتفكرني بالايه القرانيه لما سيدنا ابراهيم وقف في الصحراء ونادى على الناس للحج، واذن في الناس ياتوك، وهو كان لوحده بس اذن بيقين وايمان، ربنا وصل صوته للعالم كله. انا عايز اقول لك حاجه، انا شفت ربنا حقيقي. اقول لك ليه؟ لما عدي من كل ده توقع ايه؟ عايز ما تصدقوش يعني؟ قال لي مديني حمله بالقوه دي. تخيل انت بتروح المكسيك، كل جرايد المكسيك بتاع الحمله، تلاقي كل حاجه كده. تروح فرنسا تلاقي كل الدوله عامله لك حاجات في مؤتمر كبير. تروح مهرجان فينيسيا، وجاي على فكره مانويل كولاس دي لاروش الرئيس، رئيس بيتر وولد فاند في فينيسيا، ومهرجان كان جاي مصر برضه ان شاء الله. 2012؟ فين؟ هقول لك بعد الحلقه. مش هسيبك. ده معزوم طبعا. بس ممتاز. وكل ده الناس جايه مصر، كل ده مصر، وتروح سويسرا معاك نو ديفرنس، اكبر فاونديشن خاصه بالهانديكابنج في اوروبا تقريبا، وتروح ايسلندا وتقابل رئيس ايسلندا. وتلف وتونس، البس فلوس مدام راضي المتروك في تونس اللي بيحصل في وتروح الامارات تقابل الشيخه جميله القاسمي في الشارقه. تتخيل بتكبر بشكل كبير. فنلندا عندنا فعاليات فيها كمان 5 ايام في فنلندا، في اكبر جامعه في فنلندا كمان يوم 27 28 في اكبر جامعه في فنلندا مستضيفه الحمله. فتخيل انت، والبرازيل وفلبين. انا مش عايز انسى حاجه على فكره، بس بتخيل كل ده ربنا سخره للحمله. وان يجي يغني في بلدك فريدريكو مارتيلو غنى مع كاتي بيري اشهر، واخد اعلى وسام في ايطاليا. ان انا الغرض عندي برضو في الحمله اللي بيوري الناس نماذج ناس كسرت المستحيل، عشان يفهموا حتى على كرسي يقدر يكون حاجه مهمه جدا في العالم، يقدر يكون نجم كبير زي فريدريكو مارتيلو. هيغني معاه في الاغنيه اللي غنى الجمعيه اللي هيغنيها مدام صفاء ابو سعود طبعا، معاها بنت اماراتيه من الشارقه من الخدمات الانسانيه في الشارقه ما بتشوفش، معاه واحد تاني برضو من غير دراع. ففي معمول حاجات كتيره غير ان الحمله، حاجات كتير عملها مع جلاله الخلود، مشروع مهم جدا في الدويقه لما ده الستات اللي بتصحى من النوم لغايه ما تنام مسخر وقتك كله للحمله. والله انا بحس ربنا حطك. اصل اقول لك حاجه بسيطه، الحمله دي صعبه قوي وكبيره قوي، ممكن تكون حاجه معجزه. ده العالم كله اللي سخر العالم ده مين؟ هو ربنا بس سبحانه وتعالى. فعايز اقول لك يعني عايزين حبينا على فكرة. استنى بس، فاحنا حبينا نقدم لك هديه صغيره. ربنا يخليك. والهديه دي مفيش احلى ولا اجمل ان احنا نديلك. اتفضل ربنا يخليك. وان احنا نديلك ونقدم لك هديه، تيشيرت النادي الاهلي لبطل كبير استطاع ان هو يثبت للعالم كله وقدر يتغلب. طيب خلاص. ويعني انا بحييك بجد يا انور، ربنا يخليك والله، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا جدا ليك. وبطل من طراز يعني نادر. اسمح لي احضنك على الهواء بجد يعني. ربنا يخليك. ويا رب يا رب جداً. يعني وانا اللي بشكرك جدا والله، من الحلقات اللي بحبها جدا وفعلا كلمت من قلبي خالص يعني. طبعا، وان شاء الله تتكرر تاني. وهعرف منك بعد الحلقه. ان شاء الله. معزوم على فكره باذن الله. انت تحضر ان شاء الله. عشان بص، انا بؤمن ان العين بتشوف ان شاء الله. يعني العين بتشوف اللي حصل ايه. شرف ليا. احنا ما بنش عارف الكلام. طبعا شرف ليا، واتمنى اكون موجود ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. اشكرك اعزائي المشاهدين. دي طبعا كانت حلقتنا النهارده مع انور، احد الابطال الكبار اللي استطاع انه يهزم مرض عنيد. اولا هو كان لعيب تنس تاني، وبعد كده هزم المرض ورجع لعب تنس تاني من المرض، ووصل لترتيب عالمي كبير وبقى نموذج وموديل للعالم كله. النهارده بنورنا في قناه النادي الاهلي، وبين قوسين صغير كده اهلاوي، عشان بس من ايه الحقيقه يعني من ايه ما ننساش ده. بشكرك انور، شكرا جزيلا. وبشكر طبعا كل الساده المشاهدين، وانتظرونا باذن الله في حلقه جديده وبطل جديد.